مقطع اليوم راح اجيب منتجات او اغراض وخلي الشباب يتوقعون سعرها. 19500. اقرب واحد للسعر راح ياخذ نقطه، واذا جبت نفس السعر راح تاخذ 3 نقاط والغرض نفسه 10 ريال. ليتس جو بالضبط. عطني اشرب ماي. هذا والله اني عطشان قسم بالله. 10 ريال في هذا المقطع. كل واحد من الشباب عنده اكشن كارد يقدر يستخدمها ويطلع يشوف المنتج قدام عيونه وبشكل اقرب. هذا الاكشن كارد ما تقدر تستخدمه الا مره واحده، فلازم الشباب يستخدمونه بعنايه. لا تقصرون معنا باللايكات واشتركوا بالقناه اذا ما انتم مشتركين، لان في نسبه كبيره منكم قاعد تتفرج المقاطع وما اشترك. اشترك ترى تفيدني كثير. كنت حاط 150. ليش تضحك طيب؟ ما شباب بيكس بيكس بيكس. انت ورا ما تكلم ثاني تكلمت بيكس. كل واحد عنده اكشن كارد واحد فقط. عندنا 11 رابط. كل واحد عنده اكشن كارد واحد يستخدمه الحين بعدين بكيفه. وش هي؟ عباره عن تجي تتمعن الغرض بدون ما تشيله، ناظره كذا عن قرب بدون ما المسه. بدون ما تلمسه. وش البيع اللي بدون ما نلمس استاذ؟ بس يفرق يفرق. ما راح ابيع انا، اتوقع سعره بس. دخلنا في الحرام. لا اشتري طيب. ما انت بغيت تستخدم الحين، تبغى تستخدمه بعدين كيف. كل واحد عنده اكشن كارد واحد. حلو. طيب بسم الله، خلونا نجيب الايتم الاول. طيب بسم الله، هذه السبحه يا شباب كم تتوقعون سعرها؟ شكلها زمرد. احنا رايحين عندنا خبره. تبي تشوف؟ اي رايحين محل زل. لا حد يغش من الثاني. اتوقع جايب المحطه حقك اللي عند البيت. يعني رخيصه 15. اقرب سعر راح ياخذها لو مثلا سعرها ب 5 ريال والشباب قالوا 1000 2000 3000 4000، ابو 1000 هو اللي بياخذ النقطه لانه اقرب واحد. فهمت الفكره؟ طيب عادي نسال سؤال، من اللي جاب السبحه؟ انا. لا تفرق. لا تفرق. ما كاسر 7 ريال. اي ما كاسر. ما كاسر الا كاسر. هاي كاسر هذا يا ابن. هاي كاسر صدقني. ما كاسر هيك هديه. انا اشتري سبحه من محطه. ايه يا وشو يعني ايش قصدك؟ كلامي خربان. جاهزين؟ جاهزين. 1 2 3. عندنا 35 ريال 60 ريال 25 ريال 25 ريال. هاي هذا مو بريال، دولار. اقرا زين. لا بالريال احنا نعتمد سعر القلم. اسعر القلم. بسم الله عليك. شاتني الحمار يقول لا تتعلم. لا احنا اعتمدنا ريال. المقطع ريال. انت فضحت. ما في الا انت فضيحه. يلا علمنا. 45 ريال يعني. 45 يعني. طيب احنا وين قاعدين؟ بالسعوديه. العمله حقتنا ايش؟ 87. خلاص. طب 85 ريال. طيب لا مو على كيفك. 85 35 ريال 60 ريال 85 ريال 25 ريال. سعر المنتج هذا السبحة 799 ريال. نقطة البودي. إيه لا ما تاخذها يا الغالي. هذه غالية على قلبي. هذه بالحجر، الحجر الكريم هذه. متى اخذها طيب؟ تاخذها اذا جبت نفس السعر، تاخذ 3 بوينتس بعد فوقها. الان المنتج اللي بعده. بسم الله. معروف دي ساعة ابل. هذه الساعة يا جماعة. ساعة ابل هي. هذه الساعة يا جماعة. حلو. يو يو ريان على المايك يجي. كم تتوقعون سعرها؟ وللعلم ما زال عندكم اكشن كارد. طيب عطنا تفاصيل. والله ساعة حلوة. ما في تفاصيل، اقول لك ساعة فقط. ترى على فكرة اللي بيستخدم اكشن كارد ما في احد ثاني بيستخدم فوق اكشن كارد على الراي. انا بستخدم اكشن كارد. تفضل طباخ. اهلا عبد العزيز. هلا وسهلا. مرحبا. تفضل. اتفرج عليها بس. طبعا اتفرج عليها. انا اللي بلمسها. شوف. لا جاهز؟ ايوه. هذه الساعة زي ما تشوف. ما توقعت والله عين تصدق تعب ناخذها لو جبت رسل. لو جبت نفس السعر بتاخذها بالضبط. لازم بالملي. لازم بالملي. شوف تفرق مثلا ريال ريالين ما يخالف يعني 1999 شيء زي كذا تاخذها عادي حتى لو حطيت 2000 مثلا. يعني اذا كانت مره قريبه. اذا كانت مره قريبه تاخذها. طيب ترى كنت تحتاجني. هذا عادي. اذا مع ساعة ابل انت تحتاجني. عشان اعلم. بدون ما تعلمهم الماركه. يمكن يلعب علينا. براند عن براند يختلف. يلا اكتبوا اسعار. يلا انا جاهز. بالريال. 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 وما تغير السعر. حركه اختلاف. وما تغير. بودي سامحناك الراوند الاول انك حطيتها دولار. بالريال. انا جاهز. جاهز؟ حلو ابو عابد جاهز. اقرب واحد للسعر الاساسي راح ياخذ النقطة. ترى 50 انا اتوقع يفوز ثاني. ما ادري ليه. بسم الله 3 2 1 جو. 1850 1650 1100 100 ريال. كنت حاط 150. ليش تضحك طيب؟ اصبر. سعر ما قلت لك اياه. مستحيل انها فوق ال 1000. سعرها لك ان تتخيل 18 ريال. يا 18 ريال. انا لي نقطة. تقليد. تقليد. التقليد يا ابوي. التقليد. شوفون شاشة. كنت ب 20 ريال بس خفت. بس يمكن بس اغلى. والله مو مبينة. فيها ديسكورد وفيها كل شيء. هم ديسكورد. تفضل هدية لك. ما جبتها صح بس هديه لك. سبحه ثانيه. طيب هديه. هذه 18 ذيك 800 معلش. خلونا نروح المنتج اللي بعده. بسم الله. المنتج اللي بعده مصورنا ما حلل. هذا جالكسي. جالكسي اس 23 الترا. تكذب علينا. ممكن تكذب علينا. سامسونج نفسه. سامسونج هذا مو تقليد ولا شيء. جالكسي. انت خلصت الاكشن كارد حقك خلاص.
اسال طيب ما في لا اسكت يقول ما في بس محترم هو عندك اكشن كارد تعال ما تبي جاي انا اسال لا 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 ما جاوب ابجي انا عادي تبي تستخدم اكشن كارد تفضل امسح لا ابو عابد لا ابو عابد ابو عابد لا ابو عابد بدون ما تلمس شوف هو يعني هو لا هذه خفيه هي ولا مو هو صح؟ انت ما استخدمت طيب الحين انا ما عندي ولا اكشن كارد ابو عابد استخدم الاكشن كارد رماخ قبل استخدم الاكشن كارد اثنين بس باقي لهم اكشن كارد ثامر وبودي لكن لا تفرح هو عنده نقطه انت ما عندك يا ضعيف القب طيب يا جماعه بسم الله اكتبوا اسعاركم وبالريال زي ما قلنا ابو عابد تجيب نفس السعر تاخذه لك لمؤيد اللي تبغى اللي تبغى مؤيد انا والله استانس يا مؤيد مؤيد يا مؤيد يا ولدي طب تعرف سعرهم كم لا انت اللي شايفه بس السعر يختلف من مكان الى مكان لا سعر مرة. سعر الشراء سعر الشراء يا سلام عليك عرفت طبعا شوف يا شباب كم كاميرا خمس كاميرات شيء مرتب صراحه كاتبين صار لكم كلكم انا كاتب 1 2 3 يلا ابو عابد كاتب 200 200 ها 200 ريال ثامر 750 بودي 2799 طرباخ 3250 اقرب سعر فيكم ابو عابد اح قلت لك تقليد تفضلوا اعزائي المتابعين مجسم مكتوب عليه والله ما كذبت عليك ولا شيء مكتوب عليه شيء لا تكسر لا تكسر لا تكسر حقي يقام القهر مكتوب عليه جلسه ثقيل مره لا تكسر ارمي لا تكسر حقي اصبر جبت السعر انا صح لا لا ما جبته صح كم سعره بعلمك سعره الحين طب خلينا نلعب فيه شوي وش ما فاضي ما في شيء قسم بالله قهر شفت كيف طب عليه جلاكسي ايش سويت انا كذا السعر هذا يا شباب يبيعون المجسمات هذه للعرض في محلات الجوالات 150 ريال 100 ريال النقطة تروح لأبو عابد، نقطة أبو عابد، نقطة بودي، نقطة طرباخ، ثامر وينك؟ وينك يا سلام؟ يا مزعج يا مزعج يلا المنتج اللي بعده ليتس جو هذا سيف زورو كم تتوقعون سعره؟ ماني رايح الشخص الوحيد اللي ما استخدم اكشن كارد الان ثامر لكن يرفض انه يطلع ثقة بانه يجيبها صح خلينا نشوف سيف زورو الصدقي نعم نعم كذبني طيب وين زورو؟ في الباكستيج هنا الكلام هل هو بلاستيك ولا الومنيوم ولا هنا السؤال بعد ما يستخدم ثامر الاكشن كارد حقه نعطيكم اكشن كارد مخفف اللي هو كل واحد سؤال حلو بس دقيقه ليه ثامر بس الحال لانه هو الوحيد لازم ناخذ رايه باقي بودي باقي لا انت استخدمت ما استخدمت ما استخدم اتحداك صح لان الشباب اثنين يجيبون بودي وثامر لان اروح لاني اعرف قيمته طيب اوكي يلا شباب جاهزين 1 2 وروني اسعاركم ابو عابد كاتب 150 ريال ثامر كاتب 789 ريال بودي كاتب 199 ريال طرباخ كاتب 129 ريال في ثلاثه قريبين مره اصبر في ثلاثه مره قريبين انا او ممكن طرباخ لنا في النص يخسرون الفائز هو ثامر هذا سيف حقيقي قيمته 999 ريال منحوت عليه اسمز من وراء ريان بالياباني حاد مره صدق والله لا 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 انت والله حاد مره شو الحديد لا دقيقه هو خسر ما يمسكه صح حاد ترى مره والله صدق اسمع جرب على المصور بالله عاد لا 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 شاشه صفراء والله جامد اي مره والله رايق اي خليني اوريك انت ترى حاد مره حاد انت ترى والله صدق حاد هذا حديد قبله جامد شوف الكتبه هنا اسمز من وراء ريان شاري جايني هديه والله رايق والله يفهم تدري انا شايف زيه خشبي ب 150 ما توقعت صح؟ ما توقعت يلا يا جماعه خلونا نروح المنتج اللي بعده هذا يا جماعه مفتاح سياره اللي يجيبه صح ذا السيارة انا حاب اقول شيء في اثنين استخدموا الاكشن كارد في اثنين ما استخدموا المحظوظ اللي بيستخدم بعد شوي الحين ولا بعد شوي الان انت شريط يا ابوي شوف شكلك شريط عيال عشان اقرب لكم مفتاح سياره حقيقيه بس ما تدري وش هي انت تبي قيمه المفتاح للسياره قيمه السياره بودي استخدم اكشن كارد بدون ما تلمس تفرج وتمعن وركز زين تفرج وتمعن ركز زين قديم
لا لا مو بشرط من قديمه تحمل ترى الجديد ما تنسى هذا سياره قديمه يمكن سوناتا 2018 2017 بودي استخدم الاكشن كارد باقي ثامر بس بعد ما يستخدم ثامر ان شاء الله بنفتح مجال الاسئله 20000 قيمه سياره مهبوله لا لا غاش مني ترى غاش والله غاش شلون امداه والله غاش حاطه كتبت انت كتبت إيه؟ كتبت ما قال اكتبوا انتبهوا يا عيال احد يغش الان اكتبوا اسعاركم ايش هي غاش طيب الله يا بودي ما يفوز هو وتكلم علم يا ريت غش شباب 20000 حاط يلا انا جاهز يا ريان وبيك تبارك لي بالسياره اي صح على طاري زي ما قال اللي يجيب السعر بالضبط له السياره له السياره من عندي له السياره سيارة. بس بدون هلل يعني بدون هلل بدون لا 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 بدون هلل لا لا بدون هواصل بدون هلل يعني عشرات اي بالعشرات مو مشكله مو مشكله بسم الله جاهزين 1 2 3 اسعاركم يا جماعه دقيقه انا لاني كاتب اول واحد لعبت عليه بغير طيب غير صح ولا لا غير بسرعه زاد صفر 2000 بسم الله الرحمن الرحيم ابو عابد كاتب 407 لا مو 44000 44,000 هذه 44,750 19,500 19,500 طرباخ 200 ريال بودي بودي 200,000 أنا عارف ليش سكبت بودي بودي ألف مبروك النقطة وألف مبروك لا سيارة ما تجي مبروك النقطة يا بودي سيارة هذه جي ال اي مرسيدس جي ال اي 450 قيمتها 385,000 أقرب واحد بودي بلا كيف تركاية حبيبي وش جي ال اي كذا إيه مفتاح غريب هذا هذا المفتاح المعدني ها شوف شوف العلامه شوف ايش قلت لك قلت لك استخدم الاكشن كارد استخدم الاكشن كارد انا ما راح اطلع الاكشن كارد الا لك ورني ورني شوف شوف علامه رصيد يا ساتر راحت عليك والله اسمه منسوخ انا احسبها المنتج اللي بعده ليتس جو يا لا لا يا لا 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 امور ثانيه هذا جراند ديزر غني غني بطل حيرة طرية يا احمر جراند ديزر خلاص جراند ديزر هذا الفيجر من كرتون سانشيرو اسم الفيجر جومارو اي معروف سانشيرو وين احمد وين احمد تعال احمد شيام شيام شايف حقنا وينه عنا عن احمد سانشيرو البطل المغوار سانشيرو احمد والله الباص يرقص تحمس سانشيرو احب العلم فجعلنا وترى الجنه هجوما ايش فيك انت كبير العب ليلا نهار من اجل الخير خلاص طيب تعرفه ثامر؟ ما اعرفه تعرف هذا الشوط هذا انا شايف ما عندي مشكله تعرف انت؟ ذول الاثنين شلون تعرفون انتم؟ نعرف شلون ما نعرف؟ كنا نتابع طيب اقول لك شيء افضل كرتون عندي وانا صغير سانشيرو طيب يا جماعه الان اعطونا اسعار يا اخي فيجر كبير والله احسه يعني ما اعرف هالاشياء صراحه حسه يعني يسوى الصدق يتحرك ولا ما يتحرك اوه لا ما يتحرك اوه ما يتحرك ثابت يلا شوف انا بتوقع بالدولار جاهزين وبضربها يلا يلا جاهزين جاهز يلا بسم الله 3 2 1 اساس بس طيب. ابو عابد كتب 6000 ريال بس ليش لا تقول ليش بقول ليش لا تقول ليش سؤال يا اخي لا لا ما في ما في ايش اللي 6000 ريال ثامر 299 بودي 379 طرباخ 280 ألف مبروك أبو عابد أنا كنت بسأل سؤال تدري كم قيمته؟ تقليد تدري كم قيمته؟ إيه 3900 ريال لا لا دقيقة دقيقة أبو عابد كتبها بدون الضريبة يعني ياخذه بالضريبة 6900 إيه صح صح ياخذه ياخذه أبو عابد ياخذه بالضريبة ترى غالي مرة انتبه والله اصلي كويس ذا نيبون سايكون الضريبه زبطتك طبعا يا جماعه هذا الفيجر من نيبون سايكون الله يعطيهم العافيه شكرا صراحه ما قصروا خلونا نستعير هذا المجسم الرائع طبعا ابو عابد ما راح ياخذه ولا شيء مصدق قال ضريبه ضريبه فشكرا نيبون سايكون يعطيكم العافيه رابط حساباتهم بالوصف اللي بعده اللي بعده طبعا يا جماعه هذا قلم كارتير لا تفتحه يا اخي خله مقفل ولا افتحه بجي تفضل كله تقليد شفت قايل لك تفضل ما تلمس ما تلمس ما تلمس ليش؟ ممنوع اللمس لا يلا خلاص دقيقة دقيقة تفضل تفضل ممكن اسكر البوكس سبيشل اديشن سبيشل اديشن يلا ممكن تقلبه وقديم هذه اثاره انا قديم لا مغبر شوي يا وسخ المنتج قلم كارتير اعطونا اسعاركم يلا على السريع على السريع يلا اصلي 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 ساقها عليه اصلي يا عيال 3 2 3 2 يلا 1 1
بسم الله اعطوني سعر. ابو عابد كتب 200 ريال، بودي كتب 1700، طرباخ كاتب 2000، كامر كتب 3500، سعر القلم سبيشال اديشن 5000 ريال. ما قلت لي سبيشال اديشن، اقسم بالله اني كاتب 5000 وش انت شايف يا مكتبه؟ والله اني كتبت 5000 وحذفت. لا 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 يستاهل لان حذفه يستاهل. لا لا ما يستاهل. تدري ليه؟ لان انتظر الاسعار اقولها. لا والله انا قلت كارتين بالدولار 999 وفوق الدولار، يعني 3000 وكذا، بس سبيشال اديشن قلت 5 ماكس، بس ما بغيت اروح على حاسب تقليد. والله والله لو انك كاتب 5000 وريتني اياها والله لك. والله طيب وانا وين فقري؟ ما راح تاخذه. عارف حتى شمل القام 6000 كاتب، ما كتب 6900. لا لا ليش؟ واحد ايه ليش؟ واحد هذا ايش؟ طبعا الان كل واحد استخدم الاكشن كارد حقه، معناته عندكم اسئله، كل واحد عنده سؤال واحد. حلو، اذا استخدمه خلاص بسم الله. مشروب ازرق مويه هو ما يشرب غازيات. حلو حلو حلو، نقطة عشان ال رايك افهمك اعرفك. يلا يا جماعة اعطونا اسعاركم. اتوقع مويه مويه من جبال الهملايا وسحب البلالايا مويه في الخلايا مويه 790. انا اخترت خلاص. حتى الان للتذكير طرباخ نقطة، بودي نقطتين، ابو عابد نقطتين، ثامن نقطة. بسم الله، 1 2 3. 30 ريال، 16 ريال، 17 ريال، 10 ريال. سعرها 10 ريال. ليتس جو بالضبط. عطني اشرب مويه انت، والله اني عطشان قسم بالله. 10 ريال اشربها على طول. تويتر صح؟ الله الله والله جايبه في تويتر ناس كاتبين. طبعا لا لا اشرب من فوق بقلي. لا المنتج اللي بعده ليتس جو. ما عادي هذا بس ماء كذا، ما في شيء، بس مويه. اقسم بالله مويه مغسله والله. طيب يا جماعه المنتج ما قبل الاخير شخصية فول جايز. هذه هدية جايتني يا ابوي. اي بس لها سعر. لها سعر؟ لها سعر. اما بحثت في امازون لقيت لها سعر. يلا بكتب على طول، بكتب على طول. اقرب سعر ها؟ اقرب سعر. بسم الله. بسوي كذا بالراس. درع بالله. لا 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 هذا وشو؟ هذا تاج. كم وش قصدك؟ ماتيريال؟ قماش. قماش بس مقوى. اوكي مقوى ترى يعني اصلية اصلية. ماتيريال حقها حلو ترى. 1 2 3. 70 ريال، 99 ريال، 59 ريال، 80 ريال. اقرب واحد هو ثامر. سعرها 117 ريال. وخلينا نروح للمنتج الاخير. كريم طيب تعال. شو المنتج الاخير؟ غلطانين. معليش مو بمنتج اخير، باقي لنا منتجين. ايه طيب اللي يفوز ايش له؟ له سياره. هذا المنتج اللي بعده او الغرض اللي بعده. وش ما اشوفه؟ كبك كارتين. ترى الى الان كل واحد عنده سؤال. طيب اصلي كارتين. والله اصلي ما ودي اشتري كبك. اصلي اصلي يا اخي سالت سؤال. اصلي اصلي تعرفون كم سعره؟ لا هذا يعرف كارتين اصلي. كم؟ 1 2 3. 450، 1150، 950، 3000. بيني وبين ثامر يلا. طيب يا شباب سعر الكبك عادي. فوزين فوزت عادي. بودي اوت. ايش؟ ابو عابد اوت. باقي ثامر وطرباخ. كم انت؟ اقرب واحد. انت طبعا طرباخ قال 3000. الاجابه الصحيحه هي 1400 نقطه. ثامر يدك عطي يدك. مبروك سعر لعبتي يا اخي. تجيب كارتير يعرف كل اسعار كارتير ذا ما يصلح. انا ما اعرف والله. ما اشتري كبك ب 1000 وما ادري كم. لو ايش حبيبي ب 20 ريال متحسبه قسما بالله. هي طيب يا جماعه هذا المنتج الاخير. المنتج كارتير بعد. شلون سماعة كارتير؟ شلون؟ شلون؟ هذه ايربودز. دقيقة أنت سألت قبل أصلي ولا لا؟ أنا سؤال سؤال. باقي ثلاث مسائل. أصلية ولا لا؟ أصلية. سأل نفس السؤال. أما لا قبل. لا لا, 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 لا سألته بشيء قبل. طيب أصلية يعني شلون أصلية ولا لا؟ لا هل هي أبل؟ هل هي أبل؟ لا. الزوم. باقي اثنين من الشباب تبغون تسألون. ترى آخر منتج. آخر منتج. ما يهمني جبت السير خلاص. حلو. ثامر ما يهمك. بسم الله. ما يهمني ليش خسران. بسم الله. آخر منتج تذكير النقاط زي ما تشوفون على الشاشة. طرباخ 4، ثامر 4، الشباب 2-2. السعر بالضبط بالعشرات ها مو بال ايه. لو تجيبها بالضبط لك 3 بوينتس. بسم الله. 1 2 3. 199، 79، 60، 200. طرباخ اوت. ليه؟ ابو عابد اوت. ارفع سعرك يا ثامر. لا عكس. اقرب سعر بودي. جبتها صح ولا لا؟ لا مرة. كم؟ 35 قيمتها. الحين 4 احنا. لا هذا هو 4-4. ايه خلت حدي بين الطرباخ خلاص انت جاي. طيب يا جماعة الآن راوند الفاصل. الله يعطي العافية بودي، سنعنا بالساعة هذه. لا تعلم أحد. يلا بس اثنين بس، طرباخ وثامر. اوكي انتم الوحيدين. يلا يلا يلا. ها ها. يلا هذه الفاصلة لازم نعرف مين اللي يجيبها صح. شباب اللي يجيبها صح ترى ياخذ الساعة. ساعة غالية. اسمع ناظر قدامك وياه. يلا اسمع ناظر قدام صدق. ناظر قدام صدق صدق. طيب 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 يلا اظن حولها. يلا شباب 1 2 3. سعرك والله 8000
700. الأقرب في النتيجة هو شامل 5000. بودي يشتري، بودي يشتري. ألف مبروك، يعطيكم العافية على المشاهدة، نراكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.